أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا البرنامج على راديو دابنغا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. أعلن الجيش السوداني الثلاثاء أنه أسقط طائرتين مسيرتين بالقرب من قيادة الفرقة الثالثة مشاة في مدينة شندي بولاية نهر النيل، ويعتبر هذا الحادث الثالث من نوعه منذ اندلاع الحرب في السودان، حيث استهدفت مسيرة من قبل إفطارا رمضانيا في مدينة عطبرة، وفي حادث آخر استهدفت مسيرات مقرات أمنية في ولاية القضارف. اتصلت بالخبير العسكري المقدم معاش عمر أرباب، وسألته أولا إلى أي مدى يعتبر وصول المسيرتين قرب مقر الفرقة الثالثة بمدينة شندي خللا أمنيا. مسألة وصول المسيرات إلى مقر الفرقة في حد ذاته يعتبر ثغرة أمنية كبيرة ودلالة على وجود خلل في 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 الدفاعات، في عملية الدفاع عن المدينة وعن الفرقة تحديدا. ويجب أن تكون هناك أقواس نيران تقوم بتأمين أو دفاعات متقدمة، دفاعات أولية تمنع اختراق هذه المنطقة، وحتى إن لم تصب هذه المسيرات أو تحدث أضرار، ولكن وصولها في حد ذاته يعتبر مؤشر خطير يجب تداركه، لأن يمكن أن تتكرر هذه الحوادث، يمكن أن تتغير تواقيتها، يمكن كثير من الافتراضات الواردة في هذه العملية. يعني الدعم السريع ظل ينفي دائما أنه أطلق هذه المسيرات، وبالأمس نفى متحدث باسم الدعم السريع في مقابلة تلفزيونية أن يكون الدعم هو من أطلق هذه المسيرات، وقال إن هذا خلاف داخلي بين الجيش وجماعات تقاتل معه مثل كتيبة البراء. إلى أي مدى تعتقد بإمكانية أن تكون هذه الرواية صحيحة؟ في تقديري أن الدعم السريع هو الذي يطلق هذه المسيرات، سواء كان في القضارف، سواء كان في عطبرة، سواء كان في شندي. وبالرغم من أن الخلافات ما بين الجيش أو ضباط في الجيش وما بين كتائب الإسلاميين حاضرة، ولكن لا أعتقد أن هذه الخلافات تؤدي إلى استهداف كل طرف للآخر يعني. لكن الدعم السريع يريد أن يستثمر في هذه الخلافات. من جانب آخر أيضا الدعم السريع يريد أن يقول أن لدي القدرة بضرب أهداف داخل مناطق سيطرة الجيش وفي عمقها، ودون أن يتم حتى يعني الكشف عنه أو إثبات طورة الدعم السريع في ذلك. وهذا في حد ذاته يعتبر نوع من الحرب النفسية ونوع من النجاح، باعتبار أن يعني يظل أن لا تستطيع أن توجه اتهام مباشر. حتى الآن كل هذه الحادثات يعني لم يستطيع الجيش أن يصدر بيان يوجه فيه الاتهام إلى قوات الدعم السريع بهذا الشأن. فبالتالي هذه واحدة من أساليب الحرب النفسية التي يريد الدعم السريع أن يثبت فيها طول يده وقدرته على التوغل في العمق. قبل ذلك كان هنالك استخدام للمسيرات في القضارف والفاو، وقبلها في عطبرة. ما الذي يعنيه ازدياد استخدام المسيرات في الحرب في السودان؟ المسيرات في الحروب الحديثة أصبحت فاعلة ومؤثرة. استطاع من خلال الجيش الأثيوبي أن يدحر التيغراي،
استطاعت ما زالت هي الآن تمثل عامل مهم في الحرب الأوكرانية الروسية، ما زالت تستخدم كذلك في حرب في عاصفة الحزم. وبالتالي المسيرات هي نتيجة أولا تكلفة قليلة ولا تحتاج إلى تدريب عالي، ودقة إصابة الهدف وصعوبة اكتشافه سرعة حركته، بجانب بعض العوامل الأخرى السالبة مثل قصر مدى طيرانه وارتفاعه وكذا يعني. ولكن تظل المسيرات الآن أصبحت عامل حاسم ومؤثر، ويؤكد كذلك إلى تدخل أطراف أخرى في الحرب، باعتبار المسيرات يتم استجلابها من الخارج، وهذا يفتح الباب لمزيد من التدويل في القضية واستقطاب الدعم الخارجي وعقد تحالفات مع جهات أخرى. الشكر للخبير العسكري المقدم معاش عمر أرباب، والشكر لكم كذلك مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. صاحبكم خلال هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.